اتفرج يا سلام على صندوق الاحلام، قاعد فرج يا سلام وصلي عاخر الانام. هذا البس لمبسباس ما بياكل الا ملباس، هذا الوحش بالغابه عم بيهاجم لديابي. قاعد فرج يا سلام على صندوق الاحلام. يلا عمو خلص الدور، حاسمونا حاسمونا اللي بعده. ابو خيرو ابو خيرو، هلا هي هي السينما اللي بتفرجوا عليها بلاد برا؟ يعني قريبه منا. يا عم والله يا اخي لا اتفرج يا سلام على صندوق الاحلام، لا اتفرج يا سلام وصلي عاخر الانام. طب عبد نجيب ما ترد عليك، شو بدك سيد راسي؟ شو بدك شو بدك احكي؟ هلا بخربتني. هذا البس لمبسباس ما بياكل الا ملبس. يخرب بيت قلبك، ما تكون عم تعد على الزلمه الغلي تبعه. هو عمي هو تيسر على وضعي، بس هون عم يعد على الزلمه مصاري. وينك غالي؟ روح من ايدك، تعال هلا. هو دعين حاسي وروح اتفرج على صندوق العجائب. سمعني الله يخليك. شو هذا فخري؟ هذا صندوق العجائب طلع شي خيلي من خيلاتك عبد الجليل. الله وكيلك، بتشوف المحروسه الكعبه قدامك وبتشوف الضبع شخصي. شو هالحكي؟ الله وكيلك مثل ما عملنا. فرجه يا صبحيه، شو فرجه شو فرجه، فعلا فرجه ما بتتفوت. ايه ابن عمي خدنا خدنا، خلينا نتفرج. لك شو خدنا؟ ما في نسوان. بس انا بكل الاحوال بكره بحكي معه، اذا قبل بخليه يجيب الصندوق لهون تتفرجوا. ايه ابن عمي، على سيره بكره، بكره بدنا نروح لعند صفوان على الاشليه لما لقى. والله يا صبحيه مصاري كتير ما في، ما حدا عم يتحكم عندي، وكارل حلاقه رح يوقف. اوف ليش بقى؟ لك شو ليش بقى؟ من الغلا، الناس عم تحلق لبعضها، هذا بيحلق لاولاده ببيته، وهذا بيحلق لجاره وجاره بيحلق له، تفرج عليهم انهم ماشيين بالحاره، بتلاقي راسهم مثل الغنم مقصوص. ابن عمي هذا صندوق الدنيا تبع اول عجايب، بيطلع مصاري كتير. طول النهار بقص مصاري. بس ليش عم تسألي؟ طيب ليش ما بتشتري منه؟ ما في مصاري. انا بدبر لك، بس بتعطيني نص الغله. يا لطيف يا لطيف يا معبود، شو بيطلع مصاري؟ مصاري ذهب احمر عم يطلع. بتعرفي قديش طلع اليوم ست راسي؟ شو معرفني انا؟ يا ستي طلع 50 نحاسة وعشرين وسبعة. وانت شو عرفك قديش طالع؟ هو قال لك؟ لا شو قال لي؟ ما بيقول، هو بخاف عزه. بس انا عديته نحاسة نحاسة. وكنت واقف جنبه وعم ترد عليه رزقته ورزقة ولاده؟ لك مو حرام عليك؟ مو حرام؟ ومن شر حاسد إذا حسد. لك شو حسد وما حسد؟ شو عم تحكي أنت؟ بس هدول المصاري اللي عم يطلعون أنا أولى فيهم، أنا ابن الحارة، شو بكي أنت ست راسي؟ بتعرفي شو معبود؟ عم فكر اشتري منه. وقديش بده حقه؟ يا ستي بده حقه 3 دهبات، بس أنا ما خليته يحس إنه أنا حابب اشتريه عشان ما يطمع علي. قلت لحالي الحشو الحشوة يا ابن نجيب، الحشوة لبكرة، خليه يستوي. وانت بدنا لك المصاري؟ مو على بينما معك؟ ايه ما معي، ما معي انا ست راسي، الله وكيلك ما معي. بس يعني انا شو قلت حالي؟ يعني قلت حالي بتديم بعدين بوفي اياهم. والله طاقة القدر راح تنفتح لك يا ابو نجيب والله.
عجايب الله يسترك. بيعني يا بيرتي ونص الله ما بيوفي عمي. اخر هيك اخر خلينا نتسبب لك. خذ واعطي لك سيد راسي، خذ واعطي شباب. مثل ما قلت لك حقه هذا عمي. لا اله الا الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عمي بتبيعني صندوق هالعجايب؟ شو هاد سيد راسي بيعك يا؟ إيه انا من امبارح فاتح بازار. وشو الحكي؟ منيح يعني اشتريته؟ اشتريته سيد راسي اشتريته. عمي وين بلاقي مثله؟ شو هاد سيد ابو صفوان؟ شايف فورا دبت فيك الغيره والحسد. الا سيد راسي الا الا انه ما في منه الا باسطنبول الا بابتو ما جم جامع الشيخ الاسلام. الله لا يجزاك. ايوه الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. وفقك لك. ولك ما قلت لك انه ما في منه الا باسطنبول؟ ما سمعتك. بعدين الرزق على الله سيدي. مشي يلا عمو يلا تعال يلا تعال يلا عمو يلا تعال. هي الليرتين ثلاثه. شو 3 ليرات؟ هذا حقه 4 ليرات. وإذا ما بدك لنادي للزلمة. لا تنادي له. لا لا تنادي له يفطر على القطة. يلا عمو خلص الدور. يلا عمو هاي نيرة ليرتين ثلاثة. لا إلا خلصني. يلا علمني علي علمني علي. خلينا نتسبق. هلأ هون الأولاد ما حيخلوك تتعلم شيء. هلأ مرول عندك على البيت نقعد نشرب كاسة شاي بأفضالك وبعلمك كل شي على رواق. حميلة قل له شو هذا سيد راسي؟ شو تفضلت؟ قول له عندي على البيت تشرب كاسة شاي بأفضالي بتكون راحة الرزق. حميلة قل له أنا بدي حميل وعمر وكسة. هات هات نشرب. شو أخذت منه؟ لك إجرتي بولي الصندوق صار وأخذ حقه. يلا خلصني منك عاد. قول معي قل له تاع تفرج يا سلام على صندوق الأحلام. تاع تفرج يا سلام على صندوق الأحلام. تاع تفرج يا سلام وصلي عخير الأنام. تاع تفرج يا سلام وصلي عخير الأنام. لك احفظي معي يا مرة احفظي. ايه عم احفظ. وهلأ بس تحفظ هدول لها علمك شلون تقلب الصور. يعني مو تكون حاطي صورة الطبع وتقول هذا البسلم بس. ها شايف شلون؟ ايوه شفتوا حجر اسماعيل عليه السلام؟ عليه السلام. انا ما كنت صلي الا جنبه. لك صحيح يا جماعه ابو نجيب اشترى صندوق العجائب واخذه لصاحبه مشان يعلمه على تشغيله. يا لطيف على ابو نجيب قديش هو متكالب على هالدنيا. ابو صفوان راح بده يشتريه ام لا؟ ابو نجيب فاتح بازاره حمل حاله وراح يشتري واحد جديد. لك والله الحمار ابو صفوان يعني بالحكمه ما مشي حاله. والاحلاق كل ماله لورا يعني باليوم ما يفوت عنده زبون زبونين. ليش الناس ما حتاكل لحتى تحلي؟ خلاص الله يعين على الغلط. كله بسبب الحرب الله يبعد عنا. امين امين يا رب العالمين. اشتلقتوا قديش في امم عم تطوف حوالي الكعبه الشريفه حرسها الله. الله يطعمنا زيارتها. امين. انتوا بس تعتمدوا وتبقوا قولوا لي حتى اعلمكم شو بدكم تسوي. ان شاء الله يا امين ان شاء الله ان شاء الله. لك ليك ليك ابو نجيب جاي مع الصندوق وراح فرجيكم عجايب وما شفتوها بالمنام. وهذا المسلم بس. السلام عليكم. السلام عليكم. وما بياكل الا ملبس. وهذا الطمع بالغبيح وعم بيخانق لديابه. بن حاستين الفرجة. وليش بن حاستين أبو نجيب؟ امبارح أبو العجائب كان عم يفرجينا بن حاستين. إيه الله لا يوفقنا أبو العجائب. شايفني أخي بن حاستين غليت معيشة غليت. هاي لكم فخي قدامك سألو أفخي إيدي على رأسها بشرفك. هلأ من شهرين ثلاثة رتل اللحمة كان نفس السعر. ليش شو دخلها اللحمة أبو نجيب؟ بالله سيد راسي شو دخل اللحمة؟ كلها ملحى بعضه. لك يصل لي عمر بها الحارة لحام يا دوب شفت عملتها. حل عنا يا حل عنا مشان الله. يلا عمو تعالوا هات محصتين. يا عيني عليكم. ثلاثة يا عمو. ايه يسلموا ايديك. يلا وهذا البس لمبسباس وعم بيخانق لديابه. وهي فاطمة المغي كأنه نسيتنا الله. على مهلك لك عمو على مهلك. أفقي الله يسترك الله يسترك.
بدي روح شوف ام عبود سلا. نسيت والله نسيت معيتك، بس دلي بالك على الصندوق الله يسترك. ايه على عيني. لك اوك عليك شباب. خلاص خلاص يلا عمو ما تدخلنا دقيقة وبرجع. ايه اتفرج يا سلام وصلي عخير الانام. حاجة عمي يلا ليه؟ أبو نجيب ما خلص دوري. أخي خلص حاسبنا خلصنا. الله لا يوفق الحارة. شو نوتية ضحيينكم. شو أبو نجيب؟ نعم سيد راسيب. شو لقيتوا لي هالشغلة؟ إن شاء الله غلتها منيحة. أنا غلي سيد راسيب، أنا غلي. يفضح حريم الحارة خيرك كله لبرا. امبارح أبو العجايب كان هون، الأولاد أديتوه، لك أنا اشتريت الصندوق وطلع حدا يجي يفضح حريمهم. إلا كان روح جيب أبو العجايب، حطه محلك وأعطيك راه. بخري خزيت العين عني. فتح فتح خزيت العين. والله يمكن على عم تحكي. جيب ابو العجائب ويقاصمني على نص رزقتي. لك مجنون انت. لك يا ابو نجيب، كل اهل الحاره تفرجوا، شو بدهم يجوا كل يوم يتفرجوا عندك؟ السلام عليكم. ها انبسط ابو نجيب. الله يبارك فيك. سلام عليكم. عليكم صفوان. لا تهفني ده عندنا حديدك معنا. يا سيدي ألف مبروك وعيت الرسل. الله يبارك فيك. الله عيت المحق. يا الله. يا الله. إن شاء الله مبروك يا صفوان. الله يبارك فيك. شو هاد يا أبو صفوان؟ بس ما تكون نفس الكرتيلة تبع أبو نجيب. لا كله عجائب جديدة. جديدة جديدة. يا صفوان يا صفوان، ليش ما قلت لي بدك تشتري صندوق؟ كنت بعتك يا انا. لا عمي لا، هذا جديد كله عجائب جديده. هذا بعدين جديد حقه معه. صفوان ايدي على راسك بشرفك. قديش كلفها؟ ولك ما بكذب عليك انا، والله كلف شوي زياده، ليرتين ونص. شو ها؟ الله لا يوفقك يا ابو العجائب، خرب لي بيتي. ليرتين ونص يا سلام ويا سلام. تعا تفرج يا سلام. يا سلام ويا سلام. تعا تفرج يا سلام. تفرج يا سلام، فرجة أعلى من الأحلام. دامو دا يا سلام ويا سلام. وتعا تفرج يا سلام. تعا تفرج يا سلام. دامو دا لا تفرج. لك تعا تعا حبيبي. تعا تفرج يا سلام. تعا بن حاسة بن حاسة دور بن حاسة بن حاسة دورين بن حاسة يا سيدي. تلت دوار بن حاسة. تلت دوار بن حاسة. تلت دوار بن حاسة. تعا حبيب قلبي. لك تعا متعا ببلاش. والله العظيم كلمة تانية ببلاش. ها تعا حبيبي. كملوا كملوا يا شباب، ريحت بركن عريسوس. ان شاء الله بتجيب لنا نصب من الهاري. ان شاء الله على مالك هالصندوق. ايه على مالك يتضحرنش تعرف. هذا البيت المبتبت ما بياكل الا ملبات. لك شو هاد؟ اهلي لك يا ابو عبدو. تعال ارجيك العجايب. تعال. ولك انو عجايب هي؟ عمايلك هي العجايب. يا عيب الشوم عليك. ولك هي امتنا نحن؟ ولك نحن بيت الويلاتي. هي امتنا وهي اخرتنا؟ شوفي يا اخي والله ما في شيء. شوفي يا. ولك انت حلاق الحاره وحكيمه ولاحق لي شغل الوردنه. ايه سمعت سيد راسي؟ سمعت شو عم يقول لك اخوك؟ ولك بيت النويلاتي انت سيدي. بيت النويلاتي مو من قيمتكم. هي خلونا نسترسل. روح انت بعدين بترجعوا. لك اخي والله انا شغلي دائر، وبتعرف عندي مصروف، عندي عيله وابني بالعسكريه، شو بدي اعمل؟ عدنان هذا صندوق ما بدي اشوفه مره ثانيه، وكل جمعه بتجي لعندي على البيت بتاخذ حاجتك من المصاري، ودرني بالك على دكانتك، بتروح لعند برو العطار بتقول له بعدي اخي ابو عبده وشيخ كاري ولادي، خليه يقويك بالعطاره والحكمه، وبطل يشغل الودني بقى. والله عال لسا مره راكب لي حصان ابليس، مره عمل لي صندوق ابليس. شو المسخره هي؟ العمى. يا عيني عليك. لك يا عيني عليك يا ابو عبده. لك يا هيك الزلم يا بلد. سمعان سيد راسي؟ سمعان اخوك الكبير كسر راسك شو عم يحكي؟ بفهم ادل منك 100 مره. ابو نجيب شو بدك؟ حل عني بريحه طيبه، ماني بتحمل حالي. ها العمى رحل عنك سيد راسي، رحل عنه. والله لو عرفان قصة تنحل عند أبو عبده كنت رحت لعنده من البداية. يفتح حريمك شو عينك ضيقة. ويا سلام ويا سلام. أبو عبود لك وينك يا حرمي؟ لك شو بيقولوا بعد هذا البس المبسمس؟ الله لا يوفقك. لك شو هذا اللي عم تاكليه؟ لحمة كباب. الله لا يوفقك.
ما شايفه انه كباب. ولك يا بنت الحلال، حدا بياكل كباب بهالايام؟ اه، ومنين جايب الكبابات بقى؟ منين بدي اجيبهم يعني؟ لعند اللحام. ما بعرف لعند اللحام المصاري منين جايبتيهم؟ اخي ابو محسن بعت لي خرجين. ايوه، لك يا بنت الحلال، لو عطيتيني هالمصاري خبي لك ياهم، مو كان احسن؟ لا مو احسن، بدي البس واكل مثل كل العالم. طيب الكباب؟ ليش عم تسأل؟ لك هيك عم نسأل، نفسه اشتهيت ايش وكفرنا؟ روح اشتري وقضي شهرتك. ما محزة، لقمة صغيرة شبكي. وعلى حد علمي ما بتحب الكباب انت. من قولك هذا الكلام؟ انت، ولا نسيت لما قلت لك مشتهية الكباب؟ قلت لي تضرب الأكلة ما بحبها. لك ايه ما محزة، يعني هي لقمة صغيرة شبكي. يلا المعاملة مع الله، خوت هيك حافظي أكلها. هاتي شفت خبزة. معقولة شو صغيرة اللقمة؟ معقولة أنت شو بخيلة؟ لك كبريها شوي شبكي. هاتي خبزة لحالها هيك، ما بسخى والله ما بسخى. ايه ها يعيش والإيدين، الله يخلينا ياك يا جدي والله خسارة.